أعلن البنك المركزي النهاردة أن صافي احتياطي النقد الأجنبي ارتفع ل 33 مليار دولار و411، وده طبعا في شهر أكتوبر بزيادة قدرها 213 مليون دولار عن صافي الاحتياطات في سبتمبر الماضي. فشايفين طبعا قد إيه الزيادة عاملة إزاي. إعلان البنك المركزي المصري بيأتي بعد يوم واحد من إعلان الفيدرالي الأمريكي برفع معدلات الفايدة بمقدار 75 نقطة أساس، وهي المرة الرابعة على التوالي اللي بيرفع فيها الفيدرالي الأمريكي معدلات الفائدة طبعا بنفس المقدار. زي ما أنتم متابعين، يمكن إحنا معاكم على طول أول بأول في التاسعة بنتكلم على أنه لما بيرفع الفيدرالي الأمريكي أي نسبة بالتالي العالم كله، لأنه دايرة واحدة، بيضطر هو كمان يرفع. خلينا ناخد مزيد من التفاصيل ونعرف حكاية الاحتياطي النقدي، ومع دكتور محمد شادي المحلل الاقتصادي. مساء الخير يا دكتور. اهلا بحضرتك يا فندم. سلام خالي. يعني عايزين نعرف الزياده اللي حصلت طبعا ونتيجه رفع الفيدرالي الامريكي. طيب يا فندم، هو بدايه كده احنا التدفقات الدولاريه او تدفقات النقد الاجنبي من كل مصادرها بتشهد زياده في الاقتصاد المصري. احنا عندنا زي ما حضرتك عارفه خمس تدفقات اساسيين من النقد الاجنبي. اولا هم الصادرات المصريه، تحولات المصريين العاملين في الخارج، ايرادات قناه السويس، والاستثمار الاجنبي المباشر والسياحه. الخمس تدفقات بيشهدوا ارتفاع يعني متوالي الفتره الاخيره كلها، وده يقول لحضرتك انه برنامج الاصلاح الاقتصادي اللي اتعمل في 2016 2019 بيحمي الاقتصاد المصري لغايه دلوقتي، بيساعده في النهوض، بيساعده في القوه. طب ايه اللي خلى الاحتياطي النقدي قبل كده ينخفض من 45 مليار دولار لقرب ال 32 مليار دولار او 31 مليار دولار؟ تمام. انه احنا حصلت عندنا تدفقات عكسيه، التدفقات العكسيه دي حصلت بسبب زي ما حضرتك اشرت كده ارتفاع اسعار الفائده الامريكيه اللي ما كانش مخطط ليها اطلاقا. طبعا. واللي دخلنا فيها بسبب الاحوال المضطربه بتاعه كورونا ومن بعدها الحرب الروسيه الاوكرانيه. بالتالي الاقتصاد المصري كان بيعمل بكامل قوته قبل الازمه، وبيعمل بكامل قوته في ظل الازمه، ولكن احنا عندنا ما زلنا بنشهد نفس هذه الاحداث، يعني بسبب خروج التدفقات الاجنبيه للخارج، وهنستمر في هذا المشهد في المستقبل. لكن احنا الفتره اللي جايه متوقعين ارتفاعات في الاحتياط النقدي بسبب حاجتين. اول حاجه صرف الشريحه الاولى من قرض صندوق النقد الدولي. تمام. ثانيا دخول التدفقات بتاعه برنامج الطروحات الحكوميه اللي هيبدا يتنفس. تمام. وبالتالي هيبدا يحصل عندنا تدفقات للداخل بشكل كبير. فاذا التدفقات دي هتعمل توازن شويه. لا، هي مش هتعمل توازن قوي، هتخلي يعني هعرف حضرتك هتقلل الضغوط على الاحتياط النقدي، لكن هنشهد ارتفاعات عليه لانه احنا التدفقات زايده والالتزامات بتاعتنا من الفتره اللي جايه مش بتوازيها. يعني احنا مزبوط. هنشهد ارتفاعات الفتره اللي جايه بسبب ان التدفقات زايده الفتره اللي جايه. دي الحاجه الاولى. الحاجه الثانيه، الاحتياطي الفدرالي الامريكي وهو بيرفع للمره الرابعه على التوالي، احنا النهارده كده وصلنا لمستويات ال 4%. احنا لسه متوقعين كمان رفع على الاقل خلال ديسمبر اللي هو الاخير دوت ب 50 نقطه اساس، وال 50 نقطه اساس دول هيوصلونا ل 4.5%، وده مستويات غير مسبوقه من سنه 2007. صحيح. والمستويات دي ضغط على العالم كله، العالم كله بيشهد ارتفاع غير مسبوق في اسعار في معدلات الفائده. احنا داخلين فيما يطلق عليه سباق اسعار الفائده، البنوك المركزيه العالميه كلها بتنهز. صحيح. ورا الفدرالي الامريكي عشان تجاريه. طيب هنا نقطة دكتور محمد، يعني في بعض الدول العربية هترفع أسعار الفايدة، هل إحنا في مصر ممكن المركزي أصلا يعني يضطر إن هو يرفع تاني أسعار الفايدة؟ طيب يا فندم، هو الدول بالذات الدول الخليجية الستة امبارح خمسة منهم رفعوا فيما عدا الكويت، رفعوا بنفس المقدار تقريبا 75 نقطة أساس، وده بسبب ارتباط عملات الدول الخليجية الخمسة دول بالدولار. صح. وتسعير النفط بالدولار. صحيح. ارتباطهم بالبترول. صح. في ارتباط يعني شرطي ما بين الاثنين. احنا عندنا البنك المركزي سبق الرفع برفع 200 نقطة أساس، وبالتالي الضغوط علينا دلوقتي أخف بشكل شديد جدا، يعني قصدي بشكل كبير جدا. أعتقد إن الفدرالي قصدي المركزي المصري مش هيكون مضطر للرفع في اجتماعه الجاي. تمام. ممكن نكون مضطرين للرفع في بعد الاجتماع بتاع ديسمبر. الاجتماع التالي للمركزي المصري
بعد ديسمبر ممكن يكون مضطر للرفع علشان ال 50 نقطه اساس الثانيه، اعتقد ان احنا نرفع ممكن ب 25 او 50 نقطه اساس عشان نجاري الفدرالي الامريكي. تمام، عموما هي يبدو ان العالم كله يمشي زي الفدرالي نقطه بنقطه، يعني هكذا هو حل الاقتصاد العالمي. دكتور محمد شادي المحلل الاقتصادي، اشكر حضرتك شكرا جزيلا. زي ما انتم متابعين، الموقف الاقتصادي مش فقط في مصر، الموقف الاقتصادي هو موقف عالمي، فبالتالي كل مركزيات العالم، يعني اي يعني بنك مركزي هتلاقيه بيمشي تباعا طبقا للي بيحصل من الفدرالي الامريكي.